لو عملت كده تاني مش هحصل، مش هتكلم معاك بعد كده. يعني نفهم منك ان جاركو ده حاول ان هو يجي لاختك والمامتك وهما لوحدهم في البيت، وحاول يعني هنقول يفتعل مشاجرة بسبب برضو المية اللي بتسرب من الحمام. كان رد فعل اخوك ايه؟ احنا سمعنا انه حد طيب قوي ومسالم الله لما يرحمه. كلمه قال له، قال له كده عادي كده ما ينفعش، حرمت البيت المفروض تعرف كده. كلمني اتصل بيا وقال له لازم نشوف لحل وكده. ده الكلام ده قبل ما يجيب السباك وكده، كان في كذا مشكلة قبل كده. واخويا مش بتاع مشاكل، مش ما كانش في نية حمادة أي حاجة بتاع الكلام ده. لحظة الجريمة بقى، هو القاتل لما نزل له على طول طلع السكينة وضربه بالسكينة؟ هو ضرب على طول ما اتكلمش. يعني هو كان، يعني هنقول ان هو كان في سبق اصرار، يعني كان معاه ال هو كان ميت الموت. يعني كان معاه المطوة وعينها معاه، او السكينة، او ايه، كانت بسكينة ولا كانت بايه؟ بسكينة. يعني هو طالع له ناوي على ده. طب انت تفسر ده ايه؟ عشان بس اخوك كلمه وقال له انت ازاي تطلع واخوي اختي ومامتي مثلا؟ يعني هو ده اللي لا ضايق؟ عشان هو قافل المية فبيكلمه بيقول له ما ينفعش انك تقفل المية. قال له لا انا قافل. قال له مش هتفتحش مية تاني غير لما تشوف المشكلة. قال له ده ازاي كده، ازاي ما ينفعش. ودي ما قال له كانتش المرة الأولى، دي خامس مرة ولا سادس مرة يقفل عليكم المية على طول، بيقفل المية عمل عجز مرة وكسر الماسورة قبل كده وكسر العداد، محدش برضه اتكلم معاه. ممكن محمد الله ترفع راسك يرحمه، شوية؟ محمد الله يرحمه كان عايش ازاي؟ كان بيعمل ايه؟ كان يوم ايامه بتمشي شغل ازاي؟ امبارح متعرفش، كان بيشتغل كام شغلانه؟ شغال في الاستثمار والديتين، كان بينام شغل 5 ساعات وبروح الشغل. كان الشغل ده بيصرف بيه على مين؟ كان بيصرف على البيت، على البيت، وكان بيجهز نفسه عشان الجواز. عنده أخت صغيرة برضه بيجهزها. يعني هو كان بيساعد في جواز أخته كمان؟ ساعات في الجواز وجواز أخته، بيصرف على البيت، منزلش الشارع، منزلش خالص، ايه شغل البيت. كمية الناس اللي بتحب محمود دي محمد دي امبارح وحضرت الجنازة وشكل الجنازة عشان هو طيب، هو عمره ما زعل حد، عمره ما اتشال. طب احنا عايزينك ترفع راسك كده، اكيد الحزن اللي جواك مش قليل، واكيد الدموع دي يعني مش من فراغ. هو كان بالنسبة لك ايه؟ اخوك بس ولا اخوك وابوك؟ لا. كل حاجة. طب لو قلنا لك كلمنا عن محمد الله يرحمه، الناس كلها بتشكر فيه، طب لما اخوه هيتكلم عنه هيقول ايه؟ الناس كلها عارفة ان فيه قتيل، في واحد اتقتل وعلى ايد جاره، بس يمكن الناس ما تعرفش مين هو محمد. محمد المصري عايزين نعرف حاجات عنه، انت الوحيد اللي تقدر تقول لنا هو قد ايه كان راجل وجدع. اتكلم. احنا حاسين بحجم الألم اللي جواك على فكرة. طب انتوا مطالبكم يا محمود؟ يا محمود عايز قول، اطلب حق. عايز حقه؟ حضرتك ابن عمي. طيب هو يعني محمود محمود كويس ان هو قال الكلمتين اللي قالهم، احنا عاوزينك بقى تحكي لنا عن بشاعة القصة كلها وايه مطالب الأسرة. احنا عايزينك تطلب البشاعة بحقه. كلها تمام، ان هو جه على واحد من الشغل للبيت، من البيت للشغل، حقه أعدام، ومش ده كلام اللي حقه احنا هنقوله الإعدام، قدام حقه الناس، الإعدام. عشان لو سألت بتطالب أي بإيه؟ عيل صغير طلب بالإعدام. هيقول لك الكلام اللي احنا هنقوله، اللي هو مبدئيا شغال شغلانتين، أخوك كان طيب أوي صح؟ يعتبر ما بينامش إلا تلات الله أربع يسعدك، ساعات، عمره عنده ما أخته زعلك؟ صغيرة بيجهزها، تمام؟ وراجل البيت بيشرف عمره على ما البيت، زعل حد؟ عمره ما زعل حد، فعلا كله بيحب، احترام الدنيا كله كان فيه. كل بيحبه، مفيش حد بيحبه. وظهر له بقى اللي ظهر له دوت، أخد على غدر الناس اللي في الشارع اللي واقفة عاملين مظاهرة والعزل المؤلم بالفعل. دوت حبا فيه. هو ظلم كله حماده، بيحبه، مفيش حد بيحبه، وظلم بيته، انت كمان بتحبه قوي، وظلم أخوه، عندي وظلمنا إحنا شخصيا. عندي
الألم اللي جواكي احنا بطلبي حاسين إسرائيل. بيه، بس الناس عايزة تحس بيه. طلب الأسرة عايزين نسمع اللي انت قلته من شوية مجهود بصوت عالي. انت بتطالب بإيه؟ طلب العدالة. طالب بإيه؟ طلب العدالة. الإعدام. حق أخويا. وحق أخوك. حق أخويا تدمين. حق أخويا إعدام. احكي لنا محمود، الوالدة ظروفها ايه؟ متعبة. مش بتنام، مش حد بينام. احنا شايفينها مؤمنة جدا وصبرة. حياتكم اتشقلبت صح؟ يعني الأسرة دي انهارت صح؟ طب انت لو القاضي قدامك دلوقتي وسمعك هتقول له ايه؟ هو العدل حق اخويا. ولو اخوك سمعك هتقول له ايه؟ اللي هي وحشك؟ هو في الجنة إن شاء الله. أصعب لحظات الجنازة كانت امبارح يا محمود. أنت شفت أخوك في المشرحة؟ شفته جوه المشرحة؟ آخر حاجة محمود، مطالبة، احنا عاوزين صوتك عالي وانت صاحب حق. طلب الإعدام. طلب حق اخويا. إعدام حق اخويا. حق اخويا مش هيروح. انتوا مرضتوش تعملوا عزا امبارح محمود؟ مفيش عزا. مفيش عزا. مفيش عزا. يعني العزا ان شاء الله يوم حكم الإعدام. مفيش عزا. يوم ما تسمح لكم الإعدام وتطمن إن حق أخوك رجع ساعتها تحزن. ساعتها تقول إيه للقتل يا محمود؟ مش عايز غير بعد الإعدام. تقول إيه للقتل يا محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش هنشتم بس هنقول له ليه عمل كده؟ ليه عمل كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزين برضه يعني أنتوا الأسرة، إحنا عارفين إن أنتوا يعني صبركم ده المطلب بتاعنا اللي هو ياخد اعدام. وقت ما ياخد اعدام، وقت ما هيبقى كده حقه رجع، بس مش اكتر ولا اقل. حضرتك ابن عمه؟ انا ابن عمه. لو الكلام اللي هو مش قادر يقوله اكيد انت تقدر تقوله. محمد طيب قوي زي ما كل الناس بتقول عليه فعلا، وحد مسالم اطيب خلق الله. بني ادم ده اطيب خلق الله بجد. ولو ما حدش مصدق، هو شغف الاستثمار يسال اي مخلوق يتعامل معاه. اللي حصل على صفحات التواصل الاجتماعي امبارح وتعليقات الناس خير دليل على انه هو انسان شخص طيب، طيب الخلق. يعني امبارح كانت زفته مش جنازته. امبارح كانت زفته. انت بتطالب بايه؟ انا بطالب بحقه. حقه اللي هو ايه؟ اللي هو القتل ياخد اعدام. بالفعل ياخد اعدام ومش كفاية فيه. هي علامات الصدمة اللي موجودة على وشوشكم كلها دي نتيجة ان انتوا ما كانش حد فيكم متوقع ان ممكن حاجة زي كده مش تحصل مستوعبين. مع الشخصية دي تحديدا، مع البني ادم ده بالذات. البني ادم بيجهز لفرحه، جهز حياته، جهز اخته الصغيرة، قاعدين في مفروش، واحد شايل بيت باخت بجواز. هي وفاة الام، وفاة الاب كانت حصلت من امتى؟ بقالها 7 8 سنين.
تخيل ده شايل بيت بقاله 7 8 سنين داخل على جواز، يجهز نفسه، يجهز أخته الصغيرة، بيدفع إيجار شقة. فما بالك دوت يبقى إيه بالظبط؟ ده جازاته في الآخر؟ ده جازاته في الآخر؟ الفكرة كلها اللي القانون بتاعنا فعلا ده عدل الإعدام، غير كده لأ. بس محمود احنا هنختم معاك برسالة أخيرة، احنا عاوزينك تقول رسالة من قلبك، احنا مش هنتكلم فيها، هنقفل بعدها، هنسيب لك الكاميرات كده تقول رسالتك للدنيا كلها ونقفل، مش هنعلق بعدك. طلب حق أخويا، طلب حق أخويا، أرجو الفرح قريب لبلته. دي دبلته؟ احنا عايزين بقى نقرب من حضرتك. احنا شايفين المشهد معاهم كانت يعني صعب شوية، والكلام بيخرج منهم بصعوبة. طبعا حضرتك المستشار عبد الله البلتاجي اللي المفروض متولي الدفاع عن يعني انك تجيب حق المجني عليه، عايزينك بقى كده تقول كده يعني حضرتك شايف ايه من القضية دي، يعني البداية كده ايه؟ يعني البداية احنا عايزين نتكلم بس عن بشاعة الجريمة وبشاعة الفعل المرتكب من قبل المتهم. للأسف انتشرت في الأونة الأخيرة غرائم القتل بنسبة كبيرة جدا في محافظة بورسعيد، ولأتفه الأسباب. يعني النهاردة فلتت كبدة، يعني لما بنقول النهاردة شاب بورسعيد كلها بكت حزنا عليه. كم الاتصالات التليفونية اللي جات لي من محبينه ومن أصدقائه ومن أهليته لعرض القضية علينا، وإحنا قبلناها نظرا لما وجدناه من حب شباب بورسعيد كلهم للشاب المفقود. يعني إحنا عايزين نقول يعني فعلا، يعني أنا عمري في حياتي من يوم ما اشتغلت لحد دلوقتي ما شفت حب لشاب زي ما بشوفه في عيون الشباب اللي بيتكلمني وفي صوتهم وفي حزنهم. بجد يعني ده خلاني إن أنا أقبل القضية بكل جوارحي، يعني دفاعي عن المجني عليه وكأن ذلك الأمر شخصي بالنسبة لي، نظرا لبشاعة الفعل وبشاعة الواقع وظروفها وعدم اقتراف المتهم وإهماله بالنسبة لقيمة الجيرة. يعني ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذو القربى والجار الجنب. صدق الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: ما زال جبريل يوصيني على جار وكأني ظننت أنه سيورثه. يعني دايما الجار في كل الشرائع وفي كل الأديان وفي القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وصانا الله تعالى على الجار، وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية على الجار وقيمة الجار وكون الجار يكون عونا لجاره. لكن للأسف المتهم لم يكن عونا له، وارتكب جريمته بمنتهى الخسة والندالة والغدر. خلاف بسيط جدا، مية بتتسرب على منزل المتوفي الله رحمة مولاه، راجل بي 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 بيستفسر منه عن سبب المية، أو زي ما شقيقه قرر والشهود قرروا أهليته قرروا، الأمر لا يقتضي حتى مشادة كلامية. لا، ده كان مجهز سلاح عشان خاطر إن يضربه ضربة في مقتل تودي بحياته، ولم تكن الجريمة دي وليدة اللحظة أو وليدة غضب أو وليدة مشاجرة أو لا، ده يعني الموضوع ليه تبعيات سابقة
نتيجة المية اللي بتنزل أو اللي هل خلاف زي ده، معلش اسفين لقطع كلامك، ممكن يوصل بني ادم ان هو يبيت نية بان هو يعين سكينة ويحضر نفسه ويضربه على السلم ويكون غدر بالشكل ده؟ الفكر الإجرامي طالما ناتج من مجرم يبقى نتوقعه. المتهم عتي الإجرام وراجل اللي عنده صحيفة حالة جنائية، فبالتالي اما يصدر منه فعل زي كده فهو فعل بالنسبة له هو فعل سهل جدا، ان يمسك سلاح ويتعدى على جاره لأدفع الأسباب، خصوصا ان جاره شاب محترم مش مسجل جنائيا، ما كانش وهو بيتكلم مع حامل سلاح او ان الواقعة كانت في تعدي من الجانبين، لا ابدا، ده الراجل بيتكلم معاه، خصوصا كمان ان المتهم سبق وتعدى على اهلية المجني عليه، على والدته وعلى شقيقته في المنزل في غياب المجني عليه وشقيقه، يعني ما كان من المجني عليه انه يعني وبخه ما ينفعش تعمل كده تاني، وما ينفعش ان انت تيجي ناحية البيت واحنا مش موجودين، واتقفل الموضوع على كده. لو كان المجني عليه راجل مجرم او بتاعه ووالدته قالت له ده جارك نزل اتعدى علينا او كان الموضوع كان اخد مسار غير كده، لكن المجني عليه بشهادة الجميع شخص محترم معروف عنه الاخلاق والقيم، راجل بيتجنب المشاكل، راجل حتى لما لقى ان في تعدي تم على اهل بيته تعامل بحكمة وتعامل بحرصا منه على الجيرة ونبهه انه ما يكررش الامر ده تاني، رغم ان زي ما بقول لحضرتك لو الفعل ده مع شاب متهور او شاب مجرم لكان رد ذلك التعدي بتعدي مماثل له، لكن الراجل محترم يعني رحمة الله عليه يشهد له الجميع بالخلق، الخلق انه حسن الخلق وشاب يحتذى به في الاخلاق العالية. احنا دورنا الفترة الجاية هنراقب التحقيقات ونتابع التحقيقات مع النيابة العامة، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان لسه القضية في بداية التحقيقات، مطلوب فيها تحريات نهائية حوالين الواقع وظروفها وملابساتها، مطلوب تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي، ان شاء الله دورنا هيبقى في استكمال التحقيقات ومتابعة التحقيقات الى ان تحال القضية امام محكمة الجنايات، وهكون طلباتنا هو توقيع اقصى عقوبة على المتهم نظرا للتوافر في حقه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ولكونه كان مبيت النية على ذلك الفعل، وأن ذلك الفعل لم يكن وليد نفسا جاشت بغضب، بل كان فعلا إجرامي مدبر ومجهز منه، فقد أعد عدته وأعد سكينا وسلاحا ليستعمله في تلك الجريمة، وتعدى على المجني عليه بأن قام بالتعدي عليه بضرب وضربة نافذة أودت بحياته، فلو كانت الواقعة تمثل تعدي لما ضرب الضربة النافذة اللي أودت بحياته، حق الشاب المحترم المتوفي إلى رحمة مولاه بإذن الله هنسعى جاهدين إن احنا نرجع حقه، وإن احنا نطمئن قلوب أهليته ونقول لهم أهليته وبورسعيد كلها، كل الشباب المحترم اللي بتناشد على السوشيال ميديا كله بيقول حق حمادة المصري او اللي هو شهرته حمادة المصري اللي هو محمد المصري الله يرحمه، الكل عامل هاشتاج حق حمادة المصري، واكيد حضرتك بتشيل على كتفك بقى كل طلب الشارع البورسعيدي، وان كل البورسعيدية على كلمة واحدة الشاب الطيب ده حقه لازم يرجع. بنوعكم ان شاء الله ان احنا هنسعى جاهدين ان حقه في رقبتنا، ان احنا باذن الله هنسعى ان حقه يرجع. طبعا النيابه العامه هي الامين على الدعوه الجنائيه، هتبقى حريصه اكتر حرص مننا على ان المتهم ينال اقصى عقوبه نظرا للواقع وظروفها وملابساتها، نصت جيدا في القضاء المصري ونصت جيدا في نزاهه وعداله القضاء، نصت في جدا في قاضي الارض، وان مثل هذه القضايا بتنال اهتمام شديد من المحكمه نظرا لان هذه الامور متعلقه بحياه شاب فقد في والامان الاجتماعي، يعني انا مستشار يعني الامان الاجتماعي ان احنا نحس ان في امان، يعني لو فقد الامان ما بيننا وبين جيراننا هنلاقيه فين؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان العقوبه لها ردع عام وردع خاص، الردع الخاص هو ما يتعلق بالمتهم لردعه على الا يرتكب جرائم مماثله او غيرها، والردع العام ده بالنسبه للمجتمع، لكننا عايزين نقول ان الجرائم دي انتشرت بطريقه كبيره جدا في محافظه بورسعيد، يعني رائحة الموت في محافظة بورسعيد
أصبحت منتشرة في كل مكان للأسف. يوميا بنقعد ننتظر خبر وفاة فلان، مقتل فلان. بورسعيد ما كانتش كده للأسف. يعني احنا بندعو القائمين على الدين والقائمين على التعليم ان هم يعلموا الشباب والنشء الحديث قيمة الجار وقيمة الصديق وقيمة الأهل، حتى لا يعني ما نشوفش الجرائم بنسبة كبيرة وتنتشر هذه الجرائم بنسبة كبيرة في المجتمع. للأسف شفنا اللي قتل والده، واللي النهارده اللي بيقتل جاره، واللي بيقتل صاحبه لأمور تافهة جدا. فهذه الأمور لازم المجتمع البورسعيدي يقف وقفة مع نفسه. احنا ما كناش كده، ولم تكن أخلاقنا بهذه الصورة وبهذه الطريقة. جرائم القتل انتشرت بفظاعة. يعني احنا بالنسبة لنا اللي بنشوفه ده يندى له الكبير. شكرا ليك، شكرا ليك معانا مستشار. طبعا لكل مشاهدينا ومتابعينا، احنا هنختم اللقاء. محمود، اخر كلمة تقولها للناس. عايز ايه؟ رب العدالة. العدالة طبعا لكل مشاهدينا ومتابعينا. متابعين يعني